فيش جديد؟ ايه شفت مجموعة مستثمرين عندهم مكاتب بين هون ودبي، بس شروطهم شوي صعبة بخصوص المكاسب والأرباح والإدارة. بس ما عاد عندي حل تاني، خلص هذا آخر حل بالنسبة لي. لنشوف شو رح نعمل. وبخصوص البنك، المهلة صفيان لكم يوم وبتخلص. رح تنحل. بكره بتشوف رح تنحل، مثل ما أنت بدك. بتعرفي؟ كل ما بتسكر بوشي بتذكر منظر وشك وانت عم تقولي لي رح تنحل. كله شايف انه الشركة ما فيها أمل وما حدا حابب يحط مصاري بمشروع فاشل. مو معقول. مو معقول ما نلاقي حدا يمولنا. أي حدا، أي مستثمر، أي شركة، أي زفت. معقول ما في حل أبداً؟ ما لنا أول وآخر شركة بتمر بأزمة يعني. طيب بابا، ما في شي طريقة نقدر نساعد فيها يوسف؟ يوسف؟ كيف بدنا نساعده يعني؟ إنه فينا مثلا نحن ندينه المصاري تيسكر لون البنك، هو بيرجع بيشتغل وبيرد لنا اياهم. رح اعرض عليك عرض، بس لا تطول عشان ما تخلص مهله البنك. فكر فيه على مالك ورد لي خبر خلال يوم او يومين. عرض شو؟ انا مستعد سدد كل ديون دانتيل مقابل ارباح ونسبه صغيره من اداره الشركه. انت عن جد عم تحكي؟ يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا عمو. بتشكرك من كل قلبي، ما بخبي عليك، انا كنت فاقد الامل وبصراحه كنت يعني ناوي بيع الشركه. جيت انت هلا انقذتني. انا مستعد اقدم لك الضمانات اللي بدك اياها. اذا بدك من هلا بنوقع عقود. حدا بياخذ ضمانات من ابن اخوه وحبيبه وجوز بنته؟ على القليلة قلنا بسرعة، شو الأخبار؟ كله تمام، لا تقلقي. شو كله تمام؟ يعني في كذا شغلة عم اشتغل عليهم وإن شاء الله الأمور تنحل. يلا، صحة. الله معك. أنا خلص سكرت كل الأبواب بوشي و قررت إني بيع دانتيلي. بنبيعها وبنسدد الديون، كل واحد منا بياخذ حصته. واللي بيبقى معي نعمل فيه الحياة اللي نحنا بدنا إياها أنا وأنت. إيه بس الديون كبير كتير. بعرف بعرف، بس شو بدي أعمل؟ هيك صار. هلأ في شغلة، لو بعنا دونتيل والبيت والسيارات أنجى نسكر جزء من الدين. شو؟ كيف يعني؟